تصنف الأعاصير بحسب مقياس صفير سيمبسون إلى 5 فئات، هي الأعاصير التي تكون رياحها بين 74 إلى 95 ميلا في الساعة. وضربت هذه الفئة الأولى، ضربت فلوريدا في عامي 1999 و2005 بإعصاري إيرين وكاترينا. الفئة الثانية من الأعاصير تتراوح سرعة الرياح فيها ما بين 96 إلى 110 أميال في الساعة، أشهرها إعصار فرانسيس الذي ضرب شمال مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا في عام 2004. أما الفئة الثالثة من الأعاصير فتبلغ سرعة الرياح فيها ما بين 111 إلى 129 ميلا في الساعة، ومن هذه الفئة هناك إعصاري جين عام 2004 وإيرما 2017 اللذين ضربا فلوريدا أيضا. الفئة الرابعة تكون سرعتها ما بين 130 و156 ميلا في الساعة، ويتم وصفها ووصف ضررها بأنه كارثي، حيث تبقى المنطقة التي تضربها غير صالحة للسكن لمدة أشهر. أشهر الأعاصير من هذه الفئة إعصار ميامي العظيم ودونا. أما الفئة الخامسة وهي الفئة الأعلى من الأعاصير وتتجاوز سرعة الرياح فيها 156 ميلا في الساعة، فأضرارها في المنازل والبنى التحتية قد تمتد لأشهر قبل أن يتم إصلاحها. No es nada, es...